دورها بشكل عملي خلال الفترة المقبلة. واستمع رئيس النادي لرؤية رؤساء اللجان بخصوص تحقيق التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية ورصد كافة المعوقات والتصدي لها، وطلب من الإدارة التنفيذية وضع برنامج زمني لتوفير متطلبات اللجان لتقوم بعملها على الوجه الأكمل، في ظل اهتمام مجلس الإدارة بتنفيذ المهام الخاصة بكل لجنة في إطار خدمة أعضاء الجمعية العمومية. طيب، كالعادة سيادة العميد محمد مرجان أو كابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي كالعادة معايا على التليفون عشان يطمننا على كل المستحدثات في النادي الأهلي. سيادة العميد، أهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا كابتن عبد الله يخليك. يعني احنا تعبينك معانا بس يعني ما فيش بقى. لا يا حبيبي ولا يهمك، ربنا يخليك، احنا عشان النادي الأهلي ما عندناش أي مشكلة والله. ربنا يخلي حضرتك. يعني طمنا في زيارة الكابتن محمود الخطيب، نشاط متواصل بصراحة، العمل على قدم وساق، حاجة جميلة جدا وحاجة مبشرة جدا. وزي ما ختمت مع حضرتك امبارح قلت ان الجماهير عندها ثقة كبيرة جدا في هذا المجلس برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وايضا انتوا محل لهذه الثقة يا سيادة العميد. والله يا كابتن ميدو، انا بس عايز اقول لك حاجه قبل ما ابدا الكلام. الاستقبال النهارده لاعضاء الجمعيه العموميه استقبلوه للكابتن الخطيب، استقبلوه لينا، يديك دفعه اكتر لو انت بتشتغل النهارده. لا ده انت عايز اكتر من الشغل اللي احنا بنشتغله مرات نتيجه الاستقبال الحافل اللي هم قابلونا بيه. بصراحه يعني انا بتوجههم بكل الشكر، وكابتن خطيب نفسه واحنا ماشيين بتوجههم بكل الشكر، واللي هم كمان النهارده يعني متابعين الاعمال معانا ومتابعين الشغل، رغم زي ما احنا شايفين في اصوات كتير، بس احنا يعني النادي الاهلي ربنا فيه لا بنشتغل فقط لا غير، وبنرد بشغلنا. النهارده دي بدايه الـ مش يعني نهايه فتره وبدايه فتره جديده خالص، نهايه فتره 6 شهور استلم فيها المجلس، حصل فيها تقييم خلال ال 48 ساعه اللي فاتت. النهارده احنا يوم 3/7، بدايه 6 شهور جداد هيبقى فيهم تقييم بشكل مختلف تماما. زي ما انا قلت لحضرتك قبل كده، احنا ناس بتحاسب نفسيها قبل ما بنشوف نحاسب الناس، عندنا شفافيه، بنحب النادي بتاعنا. كابتن محمود الخطيب حط برنامج هو مجلس ادارته عازمين ومصممين ان هم هيستكملوه بالشكل الافضل للنادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه وجماهيرهم. النهارده احنا كنا بنزور الزياره الاساسيه بتاعت مدينه نصر، وبعد كده ان شاء الله باذن الله في زياره للشيخ زايد، وفي زياره للجزيره، رغم احنا متواجدين في اهل الجزيره، لكن في زياره للمواقع والمشروعات الكبرى اللي احنا شغالين فيها بالنادي بالتنسيق مع جهاز المشروعات. طبعا احنا عارفين الفتره اللي فاتت كان شهر رمضان، فكان بس العمل ضعيف شويه عشان خاطر العماله والاجادات. فالنهارده فعلا ابتدوا بشكل جيد جدا، وكان واضح، ويمكن عندك الصور موجوده، وكانت معانا قناه الاهلي مرحبانه. يا ريت انتوا تبتدوا تذيعوا للناس الكلام اللي شغال اللي احنا شفناه النهارده. حضرتك وحضرتك بتتكلم، كل الصور ارشيفيه معروضه قدام حضرتك على الشاشه وقدام الساده المشاهدين. تمام، انت من ضمن البرنامج الانتخابي بتاعك بالنسبه للمشروعات الاساسيه او المشروعات الكبرى، منطقه الاسوار بالكامل في مدينه نصر. والنهارده احنا اطلعنا على المرحله اللي احنا وصلنا لها، وهم وصلوا لمرحله الحمد لله رب العالمين متقدمه ومتميزه بشكل كويس. مرحله المنطقه اللي هي المنطقه الترفيهيه وتغيير حمام السباحه بتاع المنطقه الترفيهيه وانشاء مجمع اقوى بارك للنادي الاهلي، وده هيبقى اول مجمع ان شاء الله باذن الله معمول بشكل كويس بشكل جيد، برضه الناس ابتدت تشتغل فيه. منطقه الجلوس للاعضاء عشان خطه التوسيع واستقبال الاعضاء الجمعيه العموميه اللي في التزايد، وازاي نوفر لهم سبل الراحه، برضه شغالين فيها بشكل كويس. على الجانب الاخر المشروعات اللي هي او مش مشروعات، اعمال الصيانه والتجديدات اللي هي ما حصلش فيها تجديد من ساعه فرع الامن الاهلي في مصر. اما مناطق كلها خدميه بتخدم الاعضاء فيها مناطق اساسيه بشكل كويس. النهارده برضو الاداره الهندسيه طلعت اللي هي عملت اماكن خاصه لاصحاب القدرات الخاصه، ودي برضو من ضمن البرنامج. فاحنا شغالين في كل حته. الكابتن خطيب النهارده اطمن بنفسه وده مهل 10 ايام، هيبقى في كل 10 ايام زياره ميدانيه لمتابعه المشروعات بحيث ان احنا نستلم في التوقيت الزمني المطلوب فينا. طبعا كل ده كابتن ميدو بيحصل بعد، لازم الناس تبقى عارفه كويس قوي، ده احنا قعدنا 6 شهور كان في ترتيب البيت من الداخل، في فتره فيها استلام وتسلم. انت بتحافظ على كيان النادي الاهلي، ما بتحافظش على اشخاص، بنحاول نشوف الشكل اللائق يبقى فيه الاستلام والتسلم بشكل كويس عشان نبدا احنا مشروعاتنا بشكل جيد مختلف، عشان احنا برضو يعني متاكدين في يوم احنا هنسلم فيه الرايه. كابتن الخطيب عنده قناعه تامه وعنده رضا في النفس في هذا الموضوع، اللي احنا لما نيجي نسلم الرايه الناس الاجيال بعد كده بتكمل. وهو قال كده للشباب، خلي عندكم طموح، اللي انتم الجيل بتاعكم هو اللي هيشيل النادي الاهلي سواء اداره تنفيذيه او مجلس اداره او رئيس مجلس اداره. أكيد. الحمد لله احنا متابعين القصه دي. بعد ما خلصنا طبعا استكمل 6 اجتماعات مع اللجان المعاونه، ودي ابتديناها من امبارح. تمام.
عندنا 8 لجان معاونه مع لجنه عليا، ودي كانت اول مره تستخدم اللجنه العليا واللائحه بتاعتها ازاي نستفيد من اللجان المعاونه من اعضاء الجمعيه العموميه المتطوعين اللي هم بيوصلوا رسالتك كاداره تنفيذيه، وفي نفس الوقت هم رقيب عليك كاداره تنفيذيه. في نفس الوقت في تعاون بيننا وبينهم ازاي نخدم اعضاء النادي الاهلي. عشان كده احنا النهارده بنقول وبنعلن اللي احنا فتحنا باب المشاركه لجميع اللجان اللي موجوده لكل اعضاء النادي اللي بيحبوا يشاركوا في اللجان المتخصصه، لجنه المراه، لجنه الحالات، لجنه الثقافيه التروحيه. كان في لقاء جميل جدا جدا مع لجنه الرواد، واطلعوا على طبعا هم ادوا الشكر اللي تم ليهم خلال الفتره اللي فاتت، كانت في اولويات الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته رواد النادي الاهلي، وجهوا الشكر على ما تم الفتره اللي فاتت برئاسه الاستاذ فؤاد، وهو طبعا مش غريب علينا، ده راجل يعني ماسك رئيس لجنه الرواد بقاله فتره كبيره جدا ومجموعته جميله جدا جدا، وبقدموا التعاون وهم كان ليهم طلبات الكابتن ادى طبعا تعليمات فوريه للاداره التنفيذيه او اللجنه العليا لمتابعه القصه دي تنفيذها بشكل جيد. فالحمد لله احنا شغالين الحمد لله رب العالمين بشكل كويس. وزي ما هرجع اقول لك سواء في كل الادارات اللي موجوده والسلبيات اللي عندنا، والست شهور التانيين هيبقى فيهم تقييم تقييم بشكل تماما، وهتلاقي فيه على طول تقارير مستمره الكابتن طالبها بالنسبه لجميع الادارات. تلاقي برضه على الطرف الاخر نائب رئيس النادي شغال في فرع الجزيره مع ناحيه النشاط الرياضي عشان لازم ننجز فيها ونخلصها في اسرع وقت ممكن. امين الصندوق شغال مع الاداره الماليه لتوفير الموارد، اللي هتلاقي المنتج مرتجز النهارده عشان لجنه الجماهير، وانهى النهارده عمل لجنه الاداره بكره على مجلس الاداره. اعضاء مجلس الاداره بتتحرك بشكل وتواصل كل السلبيات، بنتابع السلبيات اللي موجوده قبل ما نتابع الايجابيات. بس بصراحه النهارده في نهايه الجوله والتعب اللي حصل النهارده، استقبال اعضاء جمعيه عموميه في مدينه ناصر كان فوق الرائع، واحنا بنشكرهم بلسان كابتن الخطيب لان هم بصراحه ربنا ادونا دفع اكثر ان احنا نبذل مزيد من المجهود اكثر. ربنا يكرم ان شاء الله. اكيد يا سياده العميد، يعني الناس حاسه باللي انتم بتعملوه، عشان كده زي ما وصفت حضرتك كان الاستقبال كان اكثر من رائع، وده طبيعي جدا ان هم يستقبلوا مجلس الاداره وكل الناس المحبه للنادي الاهلي قبل ما يكونوا حتى مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب، ناس محبه فعلا من قلبها النادي الاهلي. والايام بتثبت يا سياده العميد ان النادي الاهلي نادي كبير، وهو كان صح في كل خطوه خطاها. يعني سياده العميد انا اعتقد ان الصوت راح، سياده العميد محمد مرجان.